شدد عدد من النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة الخطاب الأميري على ضرورة استمرار تعاون الحكومة ومجلس الأمة والالتزام بالخارطة التشريعية وإقرار القوانين، وأكدوا حتمية تعزيز النسيج الاجتماعي وتقوية الصف الداخلي وحماية الهوية الوطنية ومكافحة الفساد وحماية المؤسسة التشريعية وتنويع مصادر الدخل، ودعوا إلى مراجعة قرارات وقف التعيينات والندب التي أضرت بشريحة كبيرة من المواطنين والإسراع في إيقاف تلك القرارات حتى لا تستمر معاناة هؤلاء المواطنين. لم يسبق في تاريخ الكويت السياسي على مدى 60 سنة أن تلتقي إرادة المجلس مع إرادة الحكومة مع توجهات القيادة السياسية فيما يتعلق بتمهيد الأرضية لفرض عهد جديد مقومات واعدة وآماله تتناسب مع حجم التحديات اللي موجودة، وكذلك الأهم من ذلك خلق صف كويتي واحد بكل توجهاته للتصدي لما هو قادم. حجم التحديات الأخ الرئيس والشعب الكويتي الكريم كبير جدا وخطير جدا، وهناك استحقاقات إذا لم نوفق لا سمح الله بالتحضير لها والاستعداد لها ووضع الآليات المناسبة للمضي فيها راح تكون كلفتها عالية جدا. فالإنجازات أخ الرئيس التي تحققت خلال فترة الوجيزة الماضية جاءت في ظل التوافق وتعاون غير مسبوق بين السلطتين، وعلى الحكومة الحالية أن تقرأ المشهد السياسي جيدا إن كانت بالفعل عازمة وجادة في معالجة الملفات التي ينتظرها المواطنون لحسمها، لا سيما طبعا نتكلم عن تحسين المستوى المعيشي وكذلك في كثير من القضايا اللي صراحة أتطرق لها بإذن الله.